أحلام ترد على خلافها مع أصالة بفيديو صادم مع ماجد المهندس. مرسومة تحت دمها حليل وسواد ونجمتين. تصدر اسم الفنانة السورية أصالة نصري مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار فيديو يجمعها بالفنان العراقي ماجد المهندس رداً على خلافها مع الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، حيث قالت الفنانة الإماراتية أحلام أن المطربة التي تحبها كثيراً هي أصالة نصري. أنا قبل أترككم ما أقدر أني ما أرحب وأتشرف. أنا تشرفت أني كنت معاها اليوم على المسرح. الإنسان اللي وايد أحبها واللي ما تعرف شكرا أنا أحبها هي المطربة الكبيرة العظيمة أصالتنا الغالية. كما اعتبر البعض أن أحلام ترد على ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار فيديو يجمع كل من التريو نوال الكويتية أحلام الشامسي وأصالة نصري، وظهرت الأولتان منسجمتان على المسرح وهما تغنيان، بينما اكتفت أصالة بالنظر إليهما. اعتبر البعض أن أحلام قامت بهذا الفعل عن قصد، فيما البعض الآخر اعتبر أنها حركة غير مقصودة ولا تستدعي كل هذا الجدال. مشعل، وليد، وصالة، حبيبي فائق،